أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. وحين كسر احترنا كتاب كان حسن مسلم كها إنه كسر عدم سات كشافعي أو تبين يكنال كشكا مرك وحي إنه قادنا إن عشر كأني أفراد. وحوك بلابنا يا عوانك دعاء لبس الثوب، دعاء مركي مر الله حرني إنه مريها واسكحرنا، لكن مرض وحي لا ذا الدع سيادن ما ركتي إلى هاي دبتي أذنا كود عافية خير كذا نقصي إن إيسا الميرحون كاقا خلاد اللاعن إن إيسا هذا الحجين كقادن هنا وحصلنا بعض الأخوة سخرية إن مركز دعاء لآخر سنة دعاء ده مركز تمرك وين مركز حرنيس وين وانمع هنا مدار حرتا وعورضة أسترتا مريعة أكو أسترتا أهشا وانمع هدي مركز أبا ويدد كورن مراعة عورضة هذا سادت ودباته سيدا درادت إلهي بإنو سخرية إنو مريحة لنو مركز وين الله يكون معنا. الحمد مهد لله إلى يوم الذي عليه كساني إما رشيسي هذا الثوب مرادته إما رشيسي بحاله وده إسيء إيجلي إيسخري ورزقني وإرزاقي من غير حول أود الآن ومن حقيقة كأهاتي ولا قوة يقوى الآن ورزقني وإرزاقي إن إلهي نرفع عن أقرح بدن أو أتكسر بحديد أقرح ذات كسر بحديد إنا حرتا وأني مع إلهي وأنا رزقي مرك رزقي هو وبدية مالك كمدة عافماتك كمدة أولادك كمدة زوجة صالحة ضابة كمدة إن نركاسة كمدة وحصل هو رزق لكن وحو عنسن وحلا عنيه صادرات بلو لو حمبارة انت بدن رزق وحل عني، لكن رزق انه شيء كقدوين يعني حديث كانوا عدينا آيات كانوا عدينا إن الله يبسط الرزق لمن يشاء مرك اللي ويقدر رزق الله شيء قفا عف ما هايستا وحايستا أولاد وحايستا زوجة صالحة وحايستا مقرنة ساي أخلاق مناكسن وحايستا در مناكسن وحرته وعباده كوكوته وكحرقوضه إرساقات دي إن بدن بوهيسته لكن حقابة لغاية ومعيشة دي نلوشين يكو عدكتها إرساقات دي عنتده كليا ماها مركا وكا قدوينته أولاد دي حاجيات دي فيعنين ودعيسنين وباريات داهين أسوق ليسا مالكي بأسوق ليه مركا لبادا شيء اللغو إغلاقه وقعان سنوا مالكا هي عنتوين كاللعونية لكن إرساقات دي وحفر بدنه نركي يا عفماتك كل وسوق لين أولادي مرك الحمد لله إلهي وعما هذا سكله الذي أليه كساني إما رشيسي إما رينسي إيسخري هذا الثوب مرضة ورزقنيه إرساقي من من غير حول حالة الآن أو من حقيقة كآهات ولا قوة قوة الآن إله إسي إله سامه هذا سكله دعاء صدحان ومركي مرة الحرانية دعاء لبس الثوب الجديد حراشة مرة عصب مرك الحرانية دعاء لبس الثوب الجديد مرك الحرانية مرة عصب دعاء ده. اللهم الله يقول لك أدقى يا الحمد اسكلمها أنت أدقى يا كسوتنيه إما رشيسي إهويي أسألك وحن كويدي سنيا من خيره مرض خير كد وخير ما صنع له وحلو سمي وخير ما شيء كيوغو خير بنا وصنع له لو سمي وأعوذ بك وحن كامان قليا من شره شركي سأيان كامان قليا وشر ما صنع له وحلو سمي وحو بسر بدنا وكامان قليا وشر ما شيء شركي سنوا كامان قليا سنع الله لو سمي
macnaheedu waxa weeye khayru maa sunica lahu, yani wixii loo sameeyey wixii u khayr badnaa ilaahu iga dhig, mala khayr ilaahu iga dhig, waa aan dhibin. Ka war hadday kugu olosho oo gebi jirkaaga dhan gubto, waacuudu bika, waxaan ka magan galayaa min shari sharkiis, marada sharkeed, wa shari maa sunica lahu, wixii loo sameeyey sharkeedana waa kaa magan galaya. Khayrka wixii loo sameeyey khayrkiisana waa ku weydiisanaya, wixii loo diiday macnaha oo sharki ahaana ilaa waa kaa magan gelaya iga badbaad, ilaa marada khayrkeedana isii sharkeedana idhaafi camalu. Adducaau liman labisa thawban jadiida, qofka xirta maro cusub, muxuu ku ducaysanaya? Tubli baaliyeyso, wayukhlifu allahu tacaala, ilaahay mid kalena ha ku siiyo. Tubli maxaa kaloo lagu fasiraa? Cimrigaagu ha dheeraada inta maradaasu ka dhammaanayso, waa lagu fasiri kara. Tubli marka waqa baaliyeysateena waa la dhihi kara, waqa baaliyeysatee macnaheedu maxay tahay? Cimri dheer intuu ilaahay ku siiyo, maradaasu ha dhammaato. Wayukhlifu allahu tacaala, ilaahay mid kalena ha ku, cimrigaagu dheeraado oo maradii dhammaato oo mara kala qaadatid, waa ducayada marka. Tubli baaliyeyso, wayukhlifu allahu tacaala, ilaahayna mid khayr kala kusi, mid ka khayr badan ilaahay kugu bedelo. Yacni cimrigaaga intuu dheeraado marada ha kugu dul baaliyoodo. Dadka qaybaa dharkooda haysta ilaa ay ka googo-aan marka, oo cimrigoodu dheeraado marka ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo wey, oo mara kala xiratid ilaahay ku wax kaaga dimariyo. Ilbas jadiidan baa loo oranaya qofkaas, xuro maro cusub. Wa cish xamiida, noolow adoo mahadsan. Wamud shahiidan, adoo shahiidana dhimo, iyadana waa duco kale. Tubli wayukhlifu allahu tacaala na waa mida kale. Maa yaquulu idaa wadaca thawbuhu, markuu dharka iska dhigayo guriga joogo, innagu ma xasuusanee qofku muxuu dhahaya? Kelmad yar buu dhahaya oo ilaahay u barakaynayo, oo maradii ilaahay wixii maartay ka isticmaali lahaa kaga xijaabaya dudun daarta maradii meeshii hadhow marka iyadoo jexjexan ba utagi kara, ama iyadoo ma garanaysaayey la isticmaalay quruuma kala isticmaalay. Marka adkaartay inaa u akhrisataa maa yaquulu idaa wadaca thawbuhu, markuu marada iska dhigayo wuxuu oranaya bismillaahi buu oranaya. Tirmidi ayaa soo saaray, Albaanina waa saxiixiya xadiiska. Bismillaahi markaa mara ma wax dhiba laba maba xasuusanaba. War marada markaa shaatiga iska bixinaysad oo surwaal ka bixinaysad bismillaahi dhe meesha ku saar. Ducaau dukhuuli alkhalaa'i, suuliga marka la gelayo ducada la akhrisanayo. Marka suuliga la gelayo adkaar buu leeyahay adkaartaas la akhriso, waayo meeshan suuligu waa ma'wal akhbaath, waa meesha quruumo kale isugu yimaadaho, waa meel maartay aada u rasan. Marka meesha qofku waxaa la rabaa inuusan iska gelin adkaar la-aan. Ilaahay hanoo naxariista, in badanoo innaga naga midi ma xasuusato. Marka waa la iska u daqdaqlaya buu dalqlay, hadhowna waa kasoo baxayso waa daqdaqla. Markaa kasoo baxdina ducaa lagaa rabo, markaa gelisid ducaa lagaa rabo. Marka markaa gelisid maxaa dhahaysaa? Bismillaah, ilaahay isimkiisi aan ku bilowdo. Allahumma allahayow, innii aniga acuudu bika, waxaan kaa magan gelayaa min alkhubuthi, shaydaanka kiisa labka ah, iyo walkhabaa'ithi kiisa dhadig. Shaydaanka kiisa lab khubuth, walkhabaa'ithi iyo kiisa dhadig baa ilaahu kaa magan gelaya. Marka waa meel qofku uu cawradiisi qaawinayo, waa meel ma'wal jinni washayaatiin ay isugu yimaadaan. Marka adkaar ku gal, ha iska gelin hub la-aane, xabadaha gala kala bax, rid ha kala cararin markaa gal. Ducada toddobaad, ducaau lkhuruuji min alkhalaa'i, suuligii waa gashay maxaa kaga soo baxaysa? Ma adoo ordaya kasoo baxaysa? Ducay leeda ufraanaka, dhaafitaankaaga rabbi ilaa inuu dhaaf. Bukhaari baa soo saaray adab lmufradka, daawuud waa soo saaraa, Tirmidhi sidoo kale, ibnu maajah, Nisaa'i, filyowmi lleyl uu ku soo saaray camal yowmi lleyla, axmed bnu xambal uu soo saaraa
albanina waa saxiixiya. Qufraanaka dhaafitaankaaga rabbigayo ilaa unoo dhaaf. Intaa keliya haddaa kusoo koobatid iyadoo dheer way jidhaa, laakiin qufraanaka haddaa iska tiraahda marka kasoo baxay. Qufraanaka dhaafitaankaaga rabbigayo ilaa unoo dhaaf. Marka ducadii aa ku gashayna waa allaahuma inii acuudu bika min alkhubuusi waalkhabaa'is, waa fududa. Markaa kasoo baxaysa albaabka lugta bidixdaaba, lugta midigtaaba soo hormarinaysaa, lugta bidixdaaba ku damaysiinaysaa. Qufraanaka baa dhahaysa, dhaafitaankaaga rabbiyo ii dhaaf. Markaa sunnadiina waa waafaqday, ilaahayna maarta uu kaa raali yahay. Marka saasaa la rabayna sabisa. Addikru qabla alwuduu'i, markii la weesaysanayo dikriga ka horeeya. Weesana ma iska bilaabaysa adoo sheekeynaya maya. Bismillaahi baa dhahaysa, bismillaahi. Abu Daawuud baa soo saaray, Ibnu Maaja, Axmed wagayra min xadiid Abi Hurayra radi allahu canhu ay kusoo saaraan xadiiskan. Sanadkiisa marka waxbaa ku jiray dhahaan, Imaam Axmed wuxuu dhahaa laa aclamu fii hada albib في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. بسم الله إن سو أروري إن إمام حمل في هذا وحكو سو أروري ما قرني باب كان أو سنة كيس جيد يعني. لكن قوة ضعيفة ولها ماسك سنة كيس حواك تريدها. أذكر بعض الفراق من الوضوء وسنة مركز لميسد حالة سمينية وسنة مركز ka faaruqdid ducadaan akhrinaysa. Ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah, ilaahay maana ilaah kale inuusan jirin, waxdahu keligiis, laa shariika lahu wax la wadaagsadaa ma jiraan cibaadada iyo uluuhiyada iyo rububiyada. Wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan, nebi muxammed, cabduha addoonkiisiinayo, wa rasuuluhu rasuulkiisa. Taas waa duca. Ducada kale waxa weeye اللهم الله يجعلني إغير من التوابين أقوى توبة كان كبدا، واجعلني إله إغير من المتطهرين أقوى استهيرة وطهرتان كبدا. دعاك لنا وحوي سبحانك نسانا أنت ذا. اللهم الله يو وبحمدك مهداد. أشهد وحن قريا أن لا إله إلا الله، إلها أدقهن ونسنجر إلا أنت أدق مويان. أستغفرك وأكون دمي دافوي دي سنايا، وأتوب إليك أدق أيام كون قنيا إله ويك التوبة أقبل ساسو داهي. سبحانك اللهم بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ساسو داهي. والله سبحانه وتعالى أعلم.